ما بعرف والله كيف بدي أبلش. أنا اسمي أحمد، واللي ما بيعرفني أنا طالب سنة ثالثة بجامعة بيروت العربية، واليوم رح أخذكم معي على الجامعة مشان نفرجيكم شو يعني يوم بحياة طالب طب سنين، فخليكم معي. واليوم من بين كل الأيام اللي ممكن أبلش فيها فيديو يوتيوب عندي امتحان، فلازم أراجع. فيلا ليتس جو. هلا 7:30 لسه كتير كتير بكير، بس يلا اكيد في حدا جوا هلا. A few moments later. Seconds later. ايه يلا يلا خلصنا الاكزام هلا. وكيف عملتي؟ انه منيح، بس انه الواحد بس يطلع من الاكزام عامل كثير منيح، مش بغلط بيطلع مش عامل كثير. بيرجع بينتزع بيرجع بينتزع الفوت، بطلع الحمد لله يعني احلى
بالإكزام. أنت؟ أنا عملت كتير منيح. الحمد لله. كتير منيح. هو بالآخر إكزام كله على بعضه على 10. ما يعني عليه شيء. ولا حاجة. أوكي. هلا شو عنا؟ عم نعمل ريموفابل. أنت ستنا عمل أنا لا ريموفابل. ونشتغل هذا الشيء. عليه وقت. وفي دمو على شو؟ على التيب هريزت. لا.
One eternity later. هيك بصير شكل الدنيا لما المفروض نكون عم نخلص دوام. ونحن هون كله عم يشتغل. جنى طرد، شو شعورك بعد 9 ساعات دوام؟ ما عم بسمع. حمول. انا رجعت بس هيك؟ عم بتخيل لسحن المجدرة هلا بيروح بالبيت. بتحبي المجدرة؟ ما بينوصف بكلمات، ما فيني الا غير كلمات. في فرحة انه طالع، بس لسه في 3 ساعات على الطريق لوصل على البيت. اوكي. عبالي اقتل بس ما بدنا جينا الصبح طلعنا نص الليل. هاي نهاية الفلوج الأول تبعي على اليوتيوب. سبسكرايب اند لايك. سبسكرايب اند لايك. وفعل الجرس كمان مثل ما قالت. وبس يلا باي باي.